السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر الحمراني العراب من نصائح البناء. اليوم بنتكلم عن أهم وأخطر بند في بناء المنزل اللي هو العزل المائي. طيب ليش خطير؟ لأنك راح تكره نفسك لو قام البيت يخرخر إذا نزل مطر، أو إذا فاض الخزان، أو جت أي موية في السطح وتفاجأت أنها نزلت عندك في البيت. ممكن تخسر الأسقف الجبسية، وممكن يصير عندك التماسات كهربائية، وإصلاحها ما هو برخيص، وتقعد تصيح صيح لا يلطف يا ساتر. بنتكلم عن العزل المائي والحراري للسقف. هذا اللي تشوفونه في البداية هو سقف المنزل، وهذا صبة الميول. هذا اللي تشوفونها صبة الميول، قد تكون رغوية وقد تكون سكريت. أهم شيء تكون مائلة جهة الصفايات علشان الموية تجي فوق العازل وتروح للصفاية، ما يصير الموية متجمعة على السطح. أول خطوة في العزل المائي هي صبة الميول، ويكون ميول السطح بالكامل موجه إلى الصفاية. وش هي أنواع صبة الميول؟ قد تكون رغوية خفيفة الوزن، تعطيك عزل حراري أعلى للمبنى ولكنها ما تغني عن العزل الحراري الرئيسي. قد تكون سكريت صب، هي خرسانة اسمنت ورمل وبحص، وزنها ثقيل نوعا ما، ما بتطيح البيت. بعدها نركب الشطفة الاسمنتية. الشطفة الاسمنتية بين الجدار وبين الأرض علشان العازل يكون مائل، عشان التسليح ما يطومش. الله أكبر، عشان ما يطومش. بعد ما نسوي صبة الميول نبدأ في عمل الشطفة. الشطفة تكون هنا في الزاوية، هذه هي الشطفة بعد ما ركبناها اسمنت ورمل، خلطة لياسة عادية. بعدها نركب البرايمر. وبكذا انتهينا من وضع البرايمر. البرايمر وظيفته علشان يمسك رولات العزل. نبدأ نركب العازل المائي البيتوميك اللي أنا ذكرته لكم. هذا إذا نبي نغطي السقف ببلاط أو بحص، أما إذا نبي نخلي العازل آخر طبقة نستخدم هذا المبحص عشان يتحمل الشمس. هذا اسمه أندرلي، هذا أوفرلي، هذه اسمها رولات. رولات البيتومين تتخزن بشكل رأسي. الطريقة الخاطئة في تخزين رولات البيتومين يكون بالطريقة هذه، خطأ. ما تخزنها وهي نايمة أبدا، لأنها راح تنعدم من الشمس ومن سبب النوم حقتها، تخزين خاطئ. هذا العازل البيتومين. كيف نفرق بين أنواع العازل هذا؟ نفس الشركة تلقاها تنتج أكثر من تسليح. إيه نعم، تسليح، بمعنى أنهم يسلحونه بمادة البوليستر أو أحيانا الفايبر جلاس. اللي موجود في السوق فيه من 160 إلى 250. تلقى بعض المقاولين إذا جو يبغون يغشونك ويأخذون المشروع بسعر قليل يجيبون لك أبو 160، يأخذون لك مواد رديئة. خذ من 180 وطالع، 180 مناسب. وأيضا السماكة في 3 ملي، في 4 ملي، في 5 ملي. الأفضل فيها والمناسب للبيوت 4 ملي، لا تأخذ 3، 5 أوفر، خذ 4 ملي. لما تلقى أكثر من مقاول يسعر لك وتلقى الأسعار متباينة، تكلم دائما في التفاصيل، الشيطان يكمن في التفاصيل. ممكن يجيك واحد يقدم لك 3 ملي تسليح 160 ويعطيك سعر محروق. تجي تتفاجأ في السوق أنك تطلب من مقاول عزل، تلقى مقاول يعطيك سعر رخيص جدا ومقاول يرفع السعر فوق. تعلم كيف تكتب له المواصفات من هنا علشان لا يغشونه. لحامات العزل عمرها ما تكون على خط مستقيم، يجب أن تكون هذه الشريحة انتهت هنا، الثانية لاحظوا تنتهي في مكان آخر غير مستقيمة مع اللحام هذا. الشريحة الأولى تبدأ من هنا وتنتهي هنا، هنا موقع اللحام. فنركب الشريحة الثانية، هذا اللحام بين الشريحتين اللي تحت، نركب الشريحة الثانية تقفل اللحام بينهم. طبقتين عزل دامها أفضل أبى أسويها في بيتي. وأنت أي حاجة تشوفها على النت عايز تعمل زيها؟ أجل ما نسويها في البيت. بعد ما نخلص العزل نقفله مع الجدار بالألمنيوم. ألمنيوم فلاشينج، هذه المسطرة الألمنيوم، هذه عشان تقفل العازل مع الجدار من هنا إلى هنا، من 25 إلى 30 سانتي. المنطقة هذه دائما تكون من النوع المبحص لأنها بتكون مكشوفة للشمس، والبلاط يقدر يلصق على هذه، ما يقدر يلصق على هذه.
نكون بالطريقة هذه انتهينا من عمل الوزرة. هذه الطريقة نستخدمها مع جميع الزوايا في السطح. أي زاوية التقاء جدار بالأرض نسوي معها نفس الطريقة هذه. بالنسبة للصفايات هذا عشان موية المطر يكون العازل داخل إلى داخل الصفاية. يعني ما نقصه من هنا. خطأ. لازم يكون داخل الصفاية عشان لا يصير عندك تسريب. قواعد المكيفات أو أي معدة بتكون في السطح. خزان موية، سخان مركزي، مكيف سبلت، مكيف مركزي، تسوي له قاعد. أهم سبب لعمل هذه القواعد هو أن وزن المعدات والاهتزازات اللي فيها مثل المكيفات وغيرها لو كان على الأرض مباشرة ممكن يخرب العزل، فنحتاج قاعدة تشيل هالوزن ونعزل حولها. ما يحتاج نعزل من هنا، أهم شيء من هنا. أهم نقطة ضعف موجودة في العزل هي زي المواسير هذه حقت الكهرباء وحقت التكييف. لو كان عندك مقاول جيد خليه يعزلها بدون ما يذوب الماسورة، لأن عشان الموية تدخل من هنا وانت عازل البيت ولكن تتفاجأ أن المطر نزل عليك. وتقفلها بعد ما تخلص قبل ما تسكن بأي حاجة فوم أو أي شيء يغطيها عن المطر عشان الموية لا تدخل وتطلع لك طبلون من هنا. بعدين نستخدم هذا ونقفل من هنا علشان الموية لا تدخل من هنا وتفك العزل، تصير تتسرب من وراء العزل. بعدها نجي ونركب الفلين. هذا لوح البوليسترين يجي 60×120 كثافة 35 للأسطح. بعدين نركب القماش. هذا جي تكستايل. إذا تبي توفر ركب البحث مباشر على القماش وكذا نكون انتهينا من العزل. إذا تبي شكل جمالي تقدر تصب فوقها خرسانة وأيضا تقدر تركب البلاط، ولكن لا تنسى تضبط الميول حق الخرسانة أو حق البلاط علشان الموية لا تتجمع فوق السقف. وبكذا نكون انتهينا من شرح هذا النظام. مدة الضمان لا تقل عن 10 سنوات، والقادم إن شاء الله بشرح لكم هذا النظام. فوم عبارة عن مائي وحراري وكل شيء، ضمانه يصل إلى 15 سنة فقط، هذه بدون أي تفاصيل. لا في شطفة، ما في شطفة، ما في قماش، ما في حرق، ما في أي شيء، فقط فوم يرشونه وانتهينا. الأسبوع القادم إن شاء الله أصور لكم تفاصيل العمل.